باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. داود النبي من الشخصيات الكتابيه الجميله اللي ليه خبرات جميله قوي مع ربنا طول حياته. سجل لنا الخبرات الجميله بتاعته في سفر المزامير. ايتنا النهارده مزمور 9 وعدد 9: ويكون الرب ملجا للمنسحق، ملجا في ازمنه الضيق. احنا بنمر بضيقات كتيره في حياتنا، ممكن تكون ضيقات اقتصاديه من محدوديه الدخل والتزامات المعيشه الكتير، ممكن تكون ضيقات نفسيه، انا متضايق من حاجه وشغلاني ومقدراني، ممكن تكون ضيقات جسديه، تعب او مرض، فيروسات وامراض كتيره حوالينا. والدوائر اللي بتجيب لنا الضيقات دي ممكن تكون في العمل، في المجتمع، وكمان في الاسره حوالينا. ربنا ما تحكش علينا، ربنا قال لنا في يوحنا 16: في العالم سيكون لكم ضيق. فمش غريبة الضيقات اللي احنا بنمر بيها، ولكن الجميل اللي احنا محتاجين نعمله ازاي نقدر نواجه الضيقات دي. بس قبل ما نقدر نواجهها عايزين نشوف هو احنا بيحصل لنا ايه لما بنمر بضيقة. الناس بتتقسم لأنواع، في حد بيرفض الضيقة تماما، مش عايز يبقى فيه ضيقة، عايز يا رب أعيش براحتي بحياتي لوحدي. وده اللي الأنبا بولا قال عنه: من يهرب من الضيقة يهرب من الله. في حد تاني بيتذمر ويقول لك: ليه يا رب، هو اشمعنى انا اللي يحصل معايا كده؟ يا رب ما في ناس كتير عايشه كويسين من غير ضيقات، هو ليه يا رب بيحصل معايا كده؟ ويتذمر. في نوع تالت جميل ونفسنا نكون من النوع ده، اللي بيشكر وقت الضيق، يقول: يا رب اشكرك لانك سمحت ده بحياتي في حياتي. في حد مش بس يشكر، ده اعلى مستوى، يفرح بالضيق. طب ازاي اوصل للمستوى بتاع الشكر والفرح ده؟ محتاج أول حاجة إن أنا أمسك في ربنا. عشان كده المرتل قال: يكون الرب ملجأ للمنسحق. كلمة ملجأ معناها حصن، مكان حماية. عشان كده في أمثال 18 وعدد 10 الآية الجميلة بتاع اسم الرب برج حصين، يرقد إليه الصديق ويتمنع يحتمي. أنا محتاج عشان أعدي بالضيقة، أعدي منها ويكون عندي شكر وفرح، لأن أمسك في ربنا، أقول: يا رب خليك معايا، يكون عندي إيمان وثقة فيه. هو اللي قال لنا كده في يوحنا 16:33: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الشخص ده لسان حاله أنه ساكن في الستر العلي، في ظل القدير يبيت، مزمور 91. بكون عندي ثقة وإيمان أن ربنا معايا، هو ربنا اللي سمح لي بالضيقة دي، يمكن عايزني أفوق وارجع له زي يونان النبي، يمكن عايزني أدخل في خبرة وعشرة معاه بعمق زي أيوب البار اللي هقول له في آخر الضيقة: أما الآن فقد رأتك عيناي. أنا محتاج أعمل إيه؟ أول حاجة أن أنا أمسك في ربنا، تاني حاجة أن أنا أنسحق وأتضع، ويكون الرب ملجأ للمنسحق. اللي أنا أتضع أقول لربنا: يا رب أنا عارف محدوديتي وإمكانياتي المحدودة، واثق فيك انك انت اللي قادر على كل شيء. ولادنا لما كانوا صغيرين كنا بنشيل الطفل الصغير، وعارف ان بابا شايله، يكبر الطفل شويه ويلعب ويجري، واثق ان بابا معاه وبيحميه. حتى لو حصل صوت عالي يجري الطفل يترمي في حضن ابوه، وبعد ما الصوت يعدي يجري يلعب، ولكن عينه على باباه، عارف ان باباه موجود في المكان، هو مطمن. اللي نجينا من الضيقه اللي انا ابتدى اقول: يا رب انا عامل زي الطفل الصغير، شيلني انت يا رب، انت يا رب تدبر حياتي. قديس الانبا انطونيوس عاش الخبره دي لما حربته الشياطين، قال: انا اضعف من اصغركم. مش بس كده، انبا انطونيوس مره وقف وشاف فخاخ الشياطين منصوبه في الارض كلها، قال له: يا رب مين هينجو منها؟ سمع صوت جميل بيقول له: المتواضعون يفلتون منها. عشان اعدي من الضيقه وادخل وامسك في ربنا محتاج ان انا اتضع. لما بنروح الأديرة وبنروح الكنايس الأثرية بنلاقي الباب واطي، وبضطر ان انا اوطي علشان ادخل جوه الكنيسة. انا محتاج ان انا اتضع وادخل في حياة وعشرة مع ربنا، وربنا يرفعني، ومع المتواضعون نعمة. محتاج اعمل ايه كمان عشان اعدي بالضيقة؟ ان انا اشكر، امسك في ربنا، اتضع وانصحك واشكر. اقول: يا رب اشكرك لانك انت بتدبر حياتي، اشكرك لانك سمحت لي يا رب بالضيقة دي. مرة أب شيخ جميل، أب كاهن جميل، رحت له وقلت له: يا ابونا أنا بمر بضيقة معينة. قال لي: أشكر يا رب، أشكر يا ابني. قلت له: يا ابونا إزاي أشكر ده، أنا تعبان. قال لي: كل ما تشكر أكتر عينك هتتفتح على ربنا أكتر. زي ما قداسة البابا شنودة كان دايما يقول لنا: ضع الله بينك وبين الضيقة،
هشوف ربنا وهتختفي الضيقة ويبقى الله المحب. محتاج أعمل إيه كمان؟ أفرح، ده المستوى العالي قوي. في يعقوب 1:2 احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. فرحان، فرحان ربنا سمح بده في حياتي، واثق أن ربنا معايا، فرحان أن ربنا بيرفعني وسط كل الضيقات، أنا بختبر إيد ربنا معايا. همسك في ربنا، أتضع، أشكر وأفرح كمان. محتاجين ناخد تدريب مع بعض صغير كده في بداية اليوم وفي نهاية اليوم كل شوية نعمله. كل ما أمر بدقيقة أدخل أوضتي وأقفل علي الباب وهبص على الباب وهقول إذا كان مقفول علي باب الأوضة أنا في كمان باب تاني مقفول علي وحميني وساتر علي، هو باب ربنا، هو ملجأ ربنا، هو حسن ربنا اللي حميني وحافظ علي. ربنا يدينا اللي احنا وسط الضيقات نمسك فيه واثقين ان هو هيرفعنا وهيعدي الضيقه دي، وهكون بشكر وبفرح واثق ان ربنا معايا وهيرفعني وسط الضيق. لالهنا المجد الدائم الى الابد، امين.